السلام عليكم، شلونكم شباب؟ ان شاء الله زينين. وياكم صادق وباقر. لا باقر وصادق. لا يلا اليوم جايبيكم السر العظيم. السر يا شباب، يعني ما حد يعرف. انا شو يعني من تكتب سبينار يطلع لنا؟ هو انت اكتشفت السر يا شباب؟ هذا السر، يعني هو السر عظيم يا شباب. هو هذا السر طبعا. هاي جبت السفينة يا شباب. هاي مفاجأة لكم، زائد آسف لأن ما أنشر. طبعا يا شباب جبت لكم مفاجأتين. هاي الحلقة مو فقط فجر السفينة، جبنا لكم شيء عظيم رهيب راح يفجر القناة. لايكات يا شباب. هذا هو السفر العظيم، واللي هو سفينة، واللي هو ماينكرافت البي سي 4. ايه يا شباب لايك. طبعا يا شباب اشتريناه. يا شباب اللي ما مصدقوا يقول ماخذين كرتونه بس، هذا هو القرص. طبعا احنا عندنا بلاي ستيشن 4. ايش نصور هذا البلاي ستيشن؟ طبعا اهم يا شباب انا مود هذا، توصلوا لي هذا الفيديو ممكن توصلوا لي 30 لايك. قليل والله، كلش قليل يا شباب. 30 لايك، وهم القناة راح ننشر هذا الفيديو، فهم حطوا لايك لستيف. لايك لهذا ستيف ولايك هم خلنا نشوف للدايموند. للدايموند ويلا لايك ولايك ولايك للسبينر. نوتش اوف السبينر، مشكور يا نوتش. نوتش هو مطور لعبة ماينكرافت. فطبعا يا شباب راح ننهي المقطع بعد 3 2 1 باي باي.